تغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستنى من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا قولوا معانا، اهلا رمضان جانا، اهلا رمضان قولوا معانا، اهلا رمضان رمضان جانا، اهلا صحراتي دقلنا تحت الشباك، يا مصحراتي دقلنا تحت الشباك، سمعنا وفضل غنيل للفجر معاك، وعمل لالاتي هو الليلة تلاتين ليلة جميل. أهلا رمضان جانا قولوا معانا، أهلا رمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معانا، أهلا رمضان رمضان جانا، أهلا رمضان. فرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان غنوله شهر طوله غنوله، أهلا رمضان رمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معانا، أهلا رمضان رمضان أهلا رمضان جانا. يا نور النبي، ايه الحلاوه دي؟ صلى الله عليه. الواحد لما بيسمع الاغنيه دي يا عبد الله انا بدمع طبعا. والله فما بال بقى ان انا بسمعها من شباب زي الفل واصوات جميله جدا. اولا خليني ارحب بعبد الله. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ ازيك يا كابتن؟ ازيكم يا شباب؟ الحمد لله. نورنا في قناه الاهلي وسعداء جدا بوجودكم معانا النهارده. تعرفوا بقى يعني عبد الله، لو تعرف الشباب. محمود عرابي، عازف كاخون. ازيك يا محمود؟ اخبار الاهلي معاك ايه وانت طيب؟ الاهلي حديد. هنخش دلوقتي. بتحاول هنتكلم في كل حاجه. تستدرجنا للمنطقه الخطر يا كابتن. طبعا مفيش مشاكل. مصطفى عبد المطلب برضه الاهلي حديد. عشان مصطفى ازيك؟ صح. طيب مصطفى احمد فكري، ابو حميد كل سنه وانت طيب. وعبد الله محمد حسن احمد، وشهرتي عبد الله بكير. ايوه. احمد نصر، مش هقول لك اهلا وسهلا. احمد نصر، احمد الانصاري. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله يا باشمهندس. كله كويس يا كابتن؟ ربنا يخليك. مش مهندس تمشي برضه؟ مش مشكله. اهلا حديد طبعا. اتفضل. سلام من سوريا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا باهل سوريا. اهلا وسهلا. وزيدان عازف كيبوردست. اهلا وسهلا، منورين وسعداء جدا بوجودكم ومعانا بقى باقي الشباب. يعني هيخش كله هيخش دلوقتي. وهنعمل يعني بس احنا على قدنا عشان على قد المسرح اللي موجود.